أنا ذاكرها وكثير لربما حتى من الكتاب انطلاقا منك حتى كثير من الكتاب لربما أشاروا لها يمكن الحيدري أشار لها إبراهيم الحيدري عنده كتاب على الوردي أيضا أشار. أنا وجهة نظري كثير من مقولات علي شريعتي الشفاهية هي مأخوذة من كتب علي الوردي وفيها نصوص ثابتة يعني لا تحتاج وأنا كاشف عن نصوصها يعني بالمتن انه هذا النص اللي كذا او هاي الفكره اللي موجوده معلومه ممتازه لا هذه الفكره اللي عند علي شريعتي هي بالاصل موجوده اصلا عند علي الوردي. اضرب لك مثل فكره تشيع الصفوي والتشيع العلوي فكره علي الوردي فكره علي الوردي موجوده بكتاباته اصلا يعني وصارت محاضرات في وصارت محاضرات كتاب. عند كتاب يعني وفكرة الدين الثوري والدين الدين الثوري المحافظ والدين الدين المحافظ والدين الثوري هذه موجودة بكتابات علي الوردي يعني ويتناولها بعض السلاطين وحاضرة يعني ما بيها. فبالتالي لربما تعرف علاقة علي شريعتي بالثورة الإسلامية وبدايات التنظير لها وكذا وإيران وحضارتها وطاقاتها البشرية والثقافية وكذا قدرت أن تصنع من علي شريعتي علامة فارقة. وإحنا يعني بالتدوين الأكاديمي هو في حسينية الإرشاد شفاهية وكثير دونوا لها فيما بعد ثلاث كتب مؤلفة الباقي كلها أمالي ولكن على الوردي كلها كتبت بيده يعني مكتوبة ولكن لم يسلط عليها الضوء لكن كحضور يعني في سياق مشابه أنه مثلا نجد أن الشهرة لعلي الوردي اللي هو شاكس المنهج كثيرا أغلب كتبه غير منهجية قلت لك مثل الشهرة للمدن الصالح وقلة الشهرة لحسام الآلوسي هو بالضبط هذا هذا نفس الشيء. لكن تسألني هنا نلقى شبستر وسروش مو بشهرة علي شريعتي بالثقافة أو الفلسفة الإيرانية لا ولكن إن أخذت مثلا سروش وملكيان مثلا بالقياس الأكاديميين الإيرانيين عندهم يعني تناول لموضوعات أساسية بها فحص دقيق أيضا تجد هؤلاء